الأغنية اللي فاتت كان بتتكلم على إن الشهداء اللي يعني قدموا أرواحهم ودمائهم والمصابين اللي قدموا جزء من أجسامهم عشان تفضل مصر هي مصر. وأنا الكلام ده يمكن تحدثت فيه قبل كده وقلت إن العهد مننا إن إحنا زي ما هم حرصا ان هي ما تضيعش احنا كمان نحرص على ان هي تفضل موجوده، مش موجوده بس كده، لا، موجوده بما يليق بدم كل شهيد وروح كل شهيد. صحيح. وانا عايز اقول لكم ان لما بدات معركتنا مع الارهاب في 2013 14 ولغاية يمكن شهور قليلة مضت، كانت كل الناس اللي كل المصريين ويفتكروا كده، كانت الناس بتقول يا ترى الموضوع ده هيفضل كده على طول ولا ايه؟ هو الكابوس ده هياخدنا وياخد أولادنا ولا ايه؟ وكنت واثق من الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أبداً الشر، ابدا لا يمكن ابدا ينتصر على اهل الخير. اهل الشر مش ممكن مهما كان بشاعه وقسوه وغباء وجهل تصرفهم وعدوانيتهم، لا يمكن ابدا هتنجح. في النهايه الخير هينجح. وكان برضو من ضمن الكلام اللي احنا اتحركنا فيه قلنا يا ترى نحاربهم وانت البلد تستنى كده، ولا نحاربهم والبلد نبنيها كده. فكانت كان القرار لا، احنا هنحاربهم وهنبني وهنشتغل واحنا بنقاتل، ومحدش كتير بيعمل كده. وده كان من فضل ربنا علينا، ده كان من فضل ربنا علينا إن إحنا مشينا بالطريقة دي. أنا عايز أقول لكم إن اللي اتحقق حتى لو أنتوا شايفينه كتير هو قليل جداً من المستهدف والمطلوب.